السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمتابعين الأعزاء ديالي، كنتمنى إن شاء الله تتابعوا معايا هذه الطريقة هذه ديال الفتحة ديال العنق ديال هذه الزواقة هذه ديال الورقة. كيف كتلاحظوا راني ديجا خدمتها هنايا. المهم كتحاولوا دائما كتاخذوا النص ديال الزواقة، بحال دابا هذه هي الزواقة، دائما كتاخذوا النص ديال الزواقة هكذا وكتقلبوا الثوب. ملي كتوصلوا للفتحة القياس اللي باغيين، هي الفتحة كتكون 7 سنتيم، المهم على حساب كل واحدة. انا هنا راني درتها شوية صغيرة، ما كملاش 7 سنتيم. كتخدموا في الظهر، في الظهر ديال الثوب. هانتوما ها هو الثوب، ها شفتوا هذا الظهر ديال الثوب وهذا الوجه ديال الخدمه. هذا نص الطوقه، هو منين كملتو ها هو الوجه ديالو، هو هذا. دابا لانني غنخدم في الظهر باش منين كنكونوا كنقلبوا الفتحه ديال الجلابه، راكم كتعرفوها كتكون هكذايا، يعني كتجي هي هادي. كيف قلت لكم راه دائما كناخذوا النص في الزواقه. انا دابا هنايا كنت دايره 24 غرزه، غتخدموا 12 هنا و 12 هنا. انا هنا كنت غناخذ 12 ولكن منين حسبت راني نسيت، غلطت في الحساب، درت غير 11. المهم ماشي مشكل، غرزه راه زايده ناقصه، ولكن درت 11 هنا وغندير دابا حتى 11 هنايا. تقدروا ديروا 12 12، يعني ماشي مشكل، هي كتبقى الخدمه نفس الخدمه. دائما نص في الزواقه كناخذ. ها انتم دابا كيف لاحظتوا راني كملت هذه. دابا غنبدا هذه بحال شكل الخدمه اللي كنا كنخدموا هنايا. هاني دابا خدمت 4 ديال الطلعات والهبطات بحال هذا الشكل هنايا، خدمت 4 طلعات والهبطات. دابا غادي نبدا ننقص هاد 4 ديال الغريزات. ها انتم غنضرب في الثوب وكنخدم هذوك 4 ديال الغريزات بحال كيف بحال هادو اللي موالفين كنخدموهم. هاني خدمت هاد 4 ديال الغرزات، دابا غادي نرجع بهم بحال كيف كنا كنديرو في هاد الجوانب. هادو كنخدم 4 ونرجع عاود بثلاثة وجوج وحدة، هكا كنبقاو غاديين. يعني هاني غادي نكملهم ونرجع لعندكم باش ما نطولوش الفيديو بزاف. هادو 4، هانتوما حنا خدمنا هاد 4 د الغرزات اللي كنمشيو كنقصو منهم. ها هما 3، ها جوج، ها وحدة. من كتبقى لنا ديك الوحدة كنضربو في الثوب هكدايا، عاوتاني وغنبداو وحدة أخرى جديدة هنايا بحال الشكل ديال هادي، بحال كيف خدمنا هادي. حنا خدمنا هادي، عاوتاني نخدمو بحال هادي، كنديرو خيط جديد هنايا. كيف كتلاحظو ها هو الخيط جديد درتو هنايا في هاد الغريزة هادي، وغادي نبداو نخدمو بيه. دابا بقاو لنا تمايا، أنا عندي دابا هنا 7 ديال الغرزات، هادو 7 د الغرزات اللي بقاو لي. الا درتو 12 غادي يبقاو ليكم 8، لان هنايا 4 وهنا غيبقاو لنا 8. المهم غادي نخدموها عاوتاني هادي، غادي نخدمو هاد الصفه، نهبطو بهاد. دابا انا عندي قلت لكم 7، غنهبط بهم، غندير 6 ديال الطلعات والهبطات بحال الشكل كيف كنا كنديرو هنايا. كانوا هنا كيبقاو لنا 16 غرزه، كنديروا 6 ديال الطلعات والهبطات، عاد كيبقاو لنا 8 هنا. نفس الخدمه انا قلت لكم غنديروها حتى هنايا، غنبقاو غاديين بحال هكذايا. وهذا الشيء هذا اللي خدمناه هنا كنخدموه هنا. هما دو انتم كتشوفوا هكذا غادي تجينا الخدمه. انتم هاني خدمت 6 ديال الطلعات والهبطات، 1 2 3 4 5 6. دابا 7 فيها عاوتاني غنخدموا هاد 4 د الغريزات بحال هادو. هنايا دابا قلت لكم انا بقاو ليا 7، نتوما الا ملي غديروا 12 غيبقاو لكم 8، يعني غيكونوا 4 في 4 بحال هكا. انا هنا جاوني 4 4 3، نتوما غيجيو 4 4 4. دابا غنخدم هاد 4 ديال الغرزات وغنبقى غادي كنقص، عاود نفس العمليه بحال هكا. دابا انا قلت لكم بقاو لي هنا 3، الا درتو نتوما 12 غادي يبقاو لكم 4 حتى هما غتخدموهم. ها نتوما راني خدمت هادي بحال هاد الشكل هكا، يعني المقابل ديالها بحال هادي. دابا غنضرب عاوتاني هنايا، عاود غنخدم هاد 3 ديال الغرزات اللي عندي، غادي نخدمهم عاوتاني كاملين. غنمشي 6 ديال الصفوف بحال الشكل كيف درت هنايا، 6 ديال الطلعات والهبطات، وعاد غادي نبدا نقص. انتم عاوتاني هنايا حنا خدمنا ديك 6 ديال الصفوف، فهاد 3 د الغريزات انا اللي بقاو لي. نتوما ديروا 4 ان غتفرقوا هنايا ديروا 12. المهم دائما كيتخليو نفس العدد هنايا 4 4 4. انا غير كنت غلطت هنايا في الحساب وخليتها عكست نفتقها. المهم دابا عاوتاني انا غنخدم بهاد 3، غنمشي 3 2 1 بحال هاد الشكل كيف كنا هنايا، 4 3 2 1 هكذا. عاوتاني غنخدم بحال هادو، عاوتاني غنخدم هاد 3 د الغريزات. المهم كيف ما قلت لكم راه دائما الزواقه راه النص فيها. ها نتوما الا لاحظتوا ها هي بحال الشكل، بحال الشكل هنايا.
هانتوما كيف كتلاحظوا راني كملت هاد ثلاثه د الغريزات، هانتوما هكذا كتبقاو غاديين. عاوتاني دابا هنا غتجيو ديروا اللون المفتوح بحال هكا، كتبقاو غاديين دائما بحال الشكل كيف كنا غاديين هنايا في الزواقه. دابا عاوتاني انتما كتشوفوا كنديروا خيط جديد لهذوك ثلاثه د الغريزات كيف سبق لي وقلت لكم انا، حيت بقاو لي ثلاثه ما بقاوليش اربعه، حيت قلت لكم راني درت 11 الغرزه نسيت درت 11 ما درتش 12. المهم انتما شفتوا راني عمرت هذوك اللواله باللون المفتوح، هادو ديك ثلاثه د الغريزات التاليه اللي بقاوها حنا كنعمروهم. ثم هذه الغرزه الاولى ها هي، رحنا ديجا دابا عارفين التقنيه كيفاش كنخدموا هاد الشيء هذا. المهم انتما كنبقاو غاديين حتى كنكملوا ديك الثلاثه، هذه الغرزه الثانيه. وانا قلت لكم على حساب ديك شحال ما خليتو في ديك شحال ما درتو في ديك غرزات، كاين دابا انا هنا كنت دايره 4 4، كاين اللي غيدير 5 5 غيبقى غادي 5 5، كاين اللي غيدير 6 غيبقى غادي 6 6. انا دابا هادو مشيت بهم 4 4. هانتوما دابا هادو جوج غرزات ها هما دول اللي عمرت. غادي نكمل الغرزه الثالثه وغادي نكمل اللون، نلاقي اللون مع اللون. هانتوما هاي هكذايا غادي نمشي باش نكمل نلاقي اللون مع اللون، باش غادي نكملو عاوتاني نوليو نرجعو خيط ناخدو خيط واحد اخر. هانتوما راني درت ديك الربعه ديال الطلعات والهبطات بحال الشكل هنايا، كنديرو ستة ستة ديال الطلعات والهبطات ماشي ربعة ستة صافي. وكنديرو عاوتاني ديك الربعة ديال الغرزات كنخدموهم ونبقاو غاديين كنقصو وحيدة بوحيدة. عاوتاني دابا غنديرو كيبقاو ليا ديك سبعة د الغرزات، أنا راه قلتلكم لي دار 12 الغرزة غيبقاو ليه هنا 8. هانتوما عاوتاني باش نخدم بحال هداك الشكل عاوتاني، حتى هما كندير ربعة ستة ديال الطلعات والهبطات، كنخدم ستة ديال الطلعات والهبطات في هاد السبعة ديال الغريزات بحال هاد الشكل هكا. هانتوما باش عاوتاني غندير ديك اللون المغلوق، ها هو دا دابا عاوتاني خدمناهم وغنديرو اللون المغلوق غنكملوه. ها هو دا هانتوما كي كتلاحظو ها هي الزواقة دابا كملات. نتمنى التوفيق للجميع.